نعرفوا بلي هاد الفتره تاع الزيتون والناس غادي يبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم يعصروا الزيتون ديالهم، وهذه من فضل الله يعني هادو خيرات تاع الانسان، خيرات تاع الله نعم علينا بها، ولكن احنا كذلك كانسان خصنا ما نحتفظوا على البيئه ديالنا، ما نلوثوش المياه ما نلوثوا. هذا ملاحظ يعني انا كنا ترى كنشوفوا الوديان كحالو كيتلوثوا هذاك المسائل، وطريقه بسيطه جدا لهاد الناس الله يهدي الجميع. هادشي كيقول الانسان انه يخبط عنده داك التخ اللي بقالو ديال عصير تاع الزيتون يديروه في واحد السريج، ما يخلي ما يلوثش به الاماكن الاخرى، يخليه في السريج مع العمليه تاع التبخور تاع الشمس مع داك الوقت، يعني انه كيقبض هذاك التلوث وكيخلي عنده يعالجو في عين المكان. وربما هذاك العصير تاع داك الزيتون نقدروا نستعملوه للمسائل المفيده للانسان، راه الناس يقدروا يستعملوه كدواء لعده امراض جلديه، بنادم يقد يحتفظ به يقد يديروا في مسائل باش يقد يدير به تجاره، حاولوا باش يعني نستافدوا منه حنايا.